السلام عليكم، كديرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله يا ربي تكونوا في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله بغيت نقدم معكم واحد التحليه اللي كتجي رائعه في الشكل والمذاق. كيف كتشوفوا معايا هنايا، عندي نص سيترو ديال الحليب، جوج معلقات ديال السنيده، ساشيه ديال الفاني، واللي كيبغي السكر اكثر يزيد، معلقه واحده ديال النشا، عندي حامضه، وواحد ساشيه ديال الفلون. انا كنستعمل هذا الفلون، هو فيه جوج ساشيات، انا درت وحده. صافي، هنايا كنزيد ديك الساشيه تاع الفلون ديال الفاني مع السكر سنيده، وغنزيد عليهم ساشيه ديال الفاني مع معلقه ديال النشا. صافي، وغادي نشد الحامضه اللي غادي نحكها في حكاكه رقيقه، القشره ديالها هي اللي غادي نديرها مع الحليب، والعصير ديال الحامضه نخليه حتى الاخير. تشوفوا معايا كيفاش غادي ندير ليه ان شاء الله. صافي، كنخلطوا هذا الخليط مزيان وكنحطوه فوق البوطه وحنا كنحركو. صافي، حتى كيوصل لينا الغليان على هذا الشكل، وكنطفيو عليه البوطه. صافي، هنايا كيف شفتوا معايا، كنبقى لي داك الكاس ما عامرش، وخديت من دوك الكيسان كل واحد خديت منه شويه باش قاديتهم. صافي، غنديرهم في الثلاجه يبردوا، وغادي نجيب واحد الكاسرونه اللي غنصفي فيها هذيك الحامضه اللي عصرت. صافي، كنصفيها مزيان، وغادي نجيب واحد الكاس اللي غندير فيه نص كاس ديال الماء والحامض. داك الحامض تقريبا جاني ربع كاس، انا يرا زدت هنايا نص كاس ديال الماء، ما تصورش ليا داك المقطع حيت ما بغيتوش يجيني حامض بزاف، ديك الكريمه تجيني حامضه بزاف. زدت نص كاس ديال الماء اللي هو عندي في المجموع بين الحامض والماء كاس ونص. صافي، كنزيد عليهم واحد جوج معلقات ديال السكر سنيده مع معلقه ديال النشا، وكنخلطهم مزيان. صافي، هنايا كنخلطهم مزيان وكنديروا فوق البوطه حتى يطيب. صافي، هنايا ملي طاب لينا كنجيب واحد شويه ديال الملون، هذا فيه النكهه ديال الحامض. صافي، وكن خويناي على حسب اللون.
صافي. ملي كنكملوها كنجيب واحد شويه ديال الشكلاط الابيض اللي كنحكو في الحكاكه الرقيقه وكنديرو هنايا من الجناب. هذا كيبقى اختياري على هاد الشكل. هانتوما كيف كتشوفوا راه كيجيو زوينين صراحه، لا في الشكل ولا في المذاق. كتجي ديك الكريمه ما كتجيش عاقده بزاف، كتجي خفيفه كيف شفتوا معايا. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو، والى عجبكم ما تنساونيش من اللايك ومن البارتاج، وشكرا لكم بزاف، وشكرا للناس اللي انضموا للقناة، والسلام عليكم.